بك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو، ومرحبا بك في قناتي مجتمع دوائك. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أكون جد سعيد بأن أقدم لك دواعي استعمال دواء دابوكستين، وأيضا أهم التحذيرات وموانعه والأعراض الجانبية إن شاء الله. وقبل أن أبدأ في هذا الفيديو، أدعوك عزيزي المشاهد للاشتراك في القناة، وذلك لكي يصلك كل جديد. ورجاء ادعمني بالضغط على زر لايك لهذا الفيديو، فهي تحفزني وتدعمني على عمل المزيد من الفيديوهات. فنحب أن ننوه أن جميع المعلومات المرتبطة بالأدوية والوصفات والخلطات ليست بديلة عن زيارة الطبيب المختص. لا ننصح أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون الرجوع إلى الطبيب. فدواء دابوكستين فهو مضاد للاكتئاب، واستخدامه لعلاج سرعة القذف لدى الرجال. فما هي الجرعة وما هي المعلومات المرتبطة بهذا الدواء؟ سوف نتعرف على كل هذه الأشياء في هذا الفيديو. فلنبدأ بمكونات الدواء. فينتمي دواء دابوكستين إلى فئة الأدوية المطبطة لامتصاص مادة السيروتونين الاختيارية في المخ. أيضا دابوكستين مادة فعالة تدخل في تركيب العديد من العقارات التي تعالج مشاكل المسالك البولية. أيضا دابوكستين يزيد الوقت المستقر غريق أثناء عملية قذف الحيوانات المنوية، مما يحسن من عملية القذف ويقلل من الشعور بالتوتر العصبي والإجهاد البدني بسبب سرعة القذف لدى الرجال. يجب الإشارة إلى أن سرعة القذف معناها قذف الرجل للحيوانات المنوية بعد وقت قصير مع عدم وجود شعور بالإثارة الجنسية، وهم يسبب مشكلات صحية لدى الرجال ويؤثر على العلاقة الزوجية بين الشريكين. أما بالنسبة لأضرار دابوكستين، فمن الأضرار الشائعة بين مستعملي دابوكستين نجد ما يلي: الإحساس بفقدان التوازن، آلام الرأس. قد يسبب الدواء لدى بعض الحالات مشاكل في الجهاز الهضمي كالإمساك والإسهال، كما يؤثر على عملية الهضم والإحساس بطوار وعدم الراحة. أيضا قد يرفع الدواء ضغط الدم، كما قد يزيد من إفرازات الغدد العرقية ويسبب إحمرار الوجه، وقد يزيد الدواء من توترك ويشعرك بضغط عصبي. أيضا قد يؤثر الدواء على قدرتك على التركيز. أيضا الأرق وعدم القدرة على النوم ليلا، وبالإضافة لذلك قد يحدث انسداد في الأنف. أيضا نجد طنين الأذن. أيضا نجد عدم وضوح الرؤية والإحساس بتوتر وقلق نفسي بدون سبب واضح والإحساس بدوخة. أيضا نجد الإحساس بالإعياء التام. قم بمراجعة طبيبك قبل البدء في استعمال عقار دابوكستين ليعلمك بالجرعة المناسبة لك، وما إذا كان هذا العقار الخيار الأفضل لك أم هناك خيارات أفضل لحالتك. أيضا يجب الإشارة إلى أن تناول عقار دابوكستين مرة أو مرتين في الأسبوع، وذلك قبل ممارسة العلاقة الزوجية بساعتين، فقد لا يسبب لك أي أضرار. قم بالرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي في حالة شعورك بشيء غير عادي. أما بالنسبة لموانع استعمال دابوكستين، فيمنع استعمال عقار دابوكستين في الحالات الآتية: المصابين بفرط التحسس من مادة دابوكستين أو أي من مكونات الدواء. يجب أخذ الحذر أثناء استخدام دواء دابوكستين من قبل المصابين بعدم انتظام نبضات القلب، كما لا يجب استعماله من قبل المصابين بأمراض نفسية أو عصبية بدون استشارة الطبيب المتابع للحالة. أيضا بالنسبة للذين لديهم تاريخ مرضي للإصابة بإغماء، أيضا بالنسبة للمصابين بالهوس أو لديهم تاريخ مرضي للإصابة به، أيضا لمن لهم زيادة النشاط عن الطبيعي وعدم القدرة على التفكير، أيضا بالنسبة لمن يعانون من الاكتئاب الحاد.
أما بالنسبة للأعراض الجانبية لعقار دابوكستين، ففي حالة التزامك بالجرعة فغالبا لا يسبب أعراض جانبية، وتود يعني بعض الأعراض التي تحتاج لاستشارة الطبيب في أسرع وقت، من ضمنها الإصابة بنوبة صرع، الإغماء، الإحساس بدوخة عند الوقوف، أيضا الإحساس بتغير في الحالة المزاجية، أيضا إذا تكررت لديك أفكار انتحارية ظهرت مع بدء تناول العقار. أما بالنسبة للأعراض الجانبية الشائعة لعقار دابوكستين، وهي عبارة عن الأعراض التي تصيب الشخص من كل 10 أشخاص، وهي الإحساس بخدر، الارتجاف، نجد أيضا فقدان الرغبة في ممارسة العلاقة، نجد أيضا إحمرار الوجه، نجد أيضا الكوابيس المتكررة، نجد أيضا جفاف الحلق. أما بالنسبة لكيفية أخذ عقار دابوكستين، فقم بأخذ الأدوية التي تحتوي على مادة الفعالة دابوكستين بصورة عامة أثناء تناول الطعام، ويمكنك تناولها بمفردها، فامتصاصها لا يتأثر بوجود طعام في المعدة أو عدمه. أيضا الأدوية التي تحتوي على المادة الفعالة الدابوكستين خاصة بالرجال فقط، ولا يجب على النساء استعمالها. أيضا قد تحس برغبة في النوم ودوار ومشاكل في الرؤية في حالة أخذ لمادة الدابوكستين، فإذا شعرت بذلك لا تعمل على آلات حادة أو تقود السيارة. أيضا الجرعة اليومية من عقار الدابوكستين هي 30 ميليغرام، وقد ينصح الطبيب بتناول 60 ميليغرام في اليوم، وينبغي عدم تغيير الجرعة من تلقاء نفسك. أيضا لا يستعمل الدواء الذي يتضمن مادة الدابوكستين من قبل الرجال الأصغر من 18 عاما أو الأكبر من 65 عاما. أيضا في حالة تركك للدواء الذي يتضمن مادة الدابوكستين قد تحس بمشكلات في النوم وتحس بدوخة، وهو أمر طبيعي سيزول مع الوقت. أما بالنسبة لسعر دابوكستين، فهي المادة الفعالة لكثير من العلاجات التي تستعمل في معالجة القذف أشهرهم بريليجي، وهو متوفر على 6 أقراص بجرعة 30 ميليغرام، والشارج تحتوي على 6 أقراص بسعر 37 دولار. فنحب أن ننوه أن جميع المعلومات المرتبطة بالأدوية والوصفات والخلطات ليست بديلة عن زيارة الطبيب المختص. لا ننصح أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون الرجوع إلى الطبيب. كان أعزائي المشاهدين هذا هو فيديو اليوم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وذلك لكي يصلك كل جديد. إلى هنا أعزائي المشاهدين، أترككم إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.